سيدنا لقمان كان راجل حكيم، وجمهور العلماء إنه ما كانش نبي، لكن ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه بالحكمة لدرجة إنه أنزل سورة في القرآن باسمه، وخلدت نصايح ووصايا سيدنا لقمان بجانب وصايا الأنبياء. والتاريخ في كتب السير حفظ لنا بعض وصاياه اللي بتتميز بالاتزان، وصايا روحانية، وصايا أخلاقية، وصايا سلوكية، ووصايا فكرية لضبط مفاهيم العقل. من وصايا السعادة لسيدنا لقمان وهو بيوصي ابنه، قال: يا بني، عصفور في قدرك خير من ثور في قدر غيرك. عصفور في القدر بتاعك أحسن من ثور بس في قدر غيرك، لأن أسرار السعادة هو قدرة الإنسان على الاستمتاع بالنعمة الموجودة وعدم الحسرة على النعمة المفقودة اللي أكيد هتلاقيها مع غيرك. أنت بذلت مجهود، اشتغلت، حاولت تحسن من نفسك، بس خلاص استمتع بقى بوصية سيدنا رسول الله: ارضى بما قسم الله تكن أغنى الناس. دول أهلي بمستواهم المادي والاجتماعي، أكيد في أهل أحسن وأغنى عند غيري، وأنا راضي باختيار ربنا. دخلت تجارة ولا أداب، ده كان نصيبك بعد ما ذكرت بأقصى قدراتك، أكيد في حد غيرك من قرايبك دخل كليات القمة. ده مرتبك اللي بيخش لك أول كل شهر بعد ما تشتغل أقصى حاجة 10 ساعات في اليوم، ممكن جارك يكون بياخد ضعف دخلك. ده شكل مراتك اللي انت عشت معها أجمل قصة حب ودعمتك دعم ما يتوصفش، أو ده جوزك بقدراته وإمكانياته لكنه راجل طيب وحنين ووقف في ظهرك طول عمرك. أكيد في ستات أحلى ورجالة أغنى، لكن المقارنة ماحقة للرضا والاستمتاع بالنعمة. عشان كده أهلنا الكرام ألفوها مثل في منتهى الجمال، يقولك: شعرنا ولا قمح غيرنا. الشعير أقل جودة من القمح، خبز الشعير أرخص، لكنه اسمتنا ونصبنا، ففي عينينا أحلى مادام اشتغلنا وتعبنا، في عينينا أحلى من خبز القمح اللي مع ناس تانية اسمتهم ونصبهم. لأن لا يمكن اسمتي ونعمتي تبقى قليلة في عينيا إلا وده هيظهر في نظرات اللهفة والطمع على الحاجات اللي في إيد الناس، فهينفروا مني. فلا أنا حصلت اللي معاهم، ولا أنا استمتعت بما قسم الله لي. يبقى علشان العصفور اللي في قدري يبقى أحلى في عينيا من الثور اللي في قدر غيري، وشعرنا يبقى أحلى من قمح غيرنا، رقم 1، اطلبوا الحوائج بعزة النفس، فإن الأمور تجري بالمقادير. ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام. خلي عندك عزة نفس كده، أنت تعبت وعملت اللي عليك، ثم جرت عليك أقدار الله في توزيع الأرزاق، فإن الأمور تجري بالمقادير. حاجة تانية كمان، غض البصر وأطلق البصيرة. غض البصر عن ممتلكات الآخرين وأطلق البصيرة، عيون القلب، على حكمة ربنا في توزيع الأرزاق، تحلى في عينيك النعمة بتاعتك. فالإنسان اللي هيرضى ويشوف النعمة اللي في إيديه اللي جات له بعد شغل وتعب أحلى في عينيه من نعمة غيره، ده إنسان ساكن راضي مستمتع سعيد. فاللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، أنت أهل أن تحمد، وأنت أهل أن تعبد، وأنت أهل أن يسجد لك، وأنت يا ربي على صراط مستقيم.